فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول لي أخت تدرس عند إحدى المدرسات وطالبات العلم، يقول تدرس في بيتها، وهذه المدرسة كثيرا ما تطعن في الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وتقول إنه مخطئ إلى غير ذلك. سؤاله: هل تستمر أختي في حضور هذه الدروس عند هذه المدرسة؟ لا لا، اللي تسب إمام من أئمة أهل السنة كأبي حنيفة رحمه الله لا تدرس عنده، لأنه تأثر بها وتأخذ تقتدي بها بذلك، فلا يجوز لها هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.